16.5 مليون دولار هي تكلفة باخرة الثورة التي أشرف على مراسيم تسلمها وزير النقل عمار غول، وذلك بمحطة نقل مسافرين في انتظار تسلم 5 بواخر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2014. تكلفة هذه الباخرة هي 16.5 مليون دولار. اليوم رانا تم الاقتناء باخرة، إن شاء الله من نهاية السنة سيرفق هذه الباخرة 5 بواخر أخرى، 2 إضافية على مستوى كنان نور و3 إضافية على مستوى كنان مد بإذن الله. قدرة استيعاب الباخرة تعادل 700 حاوية بضائع حسب الوزير. أول باخرة تجارية، باخرة تاع شحن اليوم اللي قدرتها حوالي يعني 10,000 طن، وفيه بواخر من 27 اللي ستصل القدرة تاعها تاع الشحن تصل إلى 45,000 طن. عمار غول أكد على إنشاء عدة موانئ جافة وربطها مع مختلف الموانئ بالسكك الحديدية. هناك برنامج آخر وهو يعني كذلك خلق أو إنشاء عدة موانئ جافة لبورساك، موانئ جافة للحاويات والبضائع من أجل تخفيف الضغط على الفضاءات المينائية، وكذلك مقابل هذا فيه برنامج هام جداً تم الشروع فيه والانطلاق فيه من أجل ربط الموانئ الحالية بالموانئ الجافة عبر السكة الحديدية. الحكومة انطلق في تجسيد من خلال إنجاز ما لا يقل عن 12,500 كيلومتر من خطوط السكة الحديدية. استلام باخرة الثورة هي أولى الخطوات في الطريق لتسهيل نقل البضائع والحاويات في انتظار استلام 26 باخرة لتخفيف الضغط عن نقل السلع والمسافرين وسياراتهم.